هنروح لدور الثمانية، وبرضه من خلال مناقشتي مع يعني من الناس اللي بتحب الكورة وبتحب النادي الأهلي حتى على مستوى الأصدقاء على مستوى النقاد الرياضيين، كنت بسألهم تتمنى أو الأفضل للنادي الأهلي اللاعب مين في دور الثمانية. بعض الناس بتقول عايزين نبعد شوية عن الشمال الأفريقي لو بتتكلم على الترجي أو الوداد، جزء تاني يقول لك لا أنا أفضل إن أنا ألاعب شمال أفريقيا، الترجي مش هو الترجي أو الوداد مش هو الوداد. جزء تاني من بعض الناس تقول لك لا إحنا صن داونز بالنسبة لنا بتكون اسهل شويه، عندنا بعض التفوق على صن داونز خلال السنه اللي فاتت. انت رايح فين من دول؟ انا ما بقيش الامور كده. طيب. انا بقيس المباراه بيومها، يعني ممكن اقول لك ان انا هواجه الوداد، حالتك في المباراه بتبقى عامله ايه، استعدادك قبلها بتبقى عامل ايه، التوفيق وعدم التوفيق، اصل دي كوره ممكن يعني يبقى فيها مفاجات، فيها حاجات خارج على مستوى الاداء، لكن انا لما اجي اقيم اقول لك صن داونز عامل نتائج رائعه ما تستهونش، يعني انت لا فرقه برضو عندها امل وعندها طموح. وما تعتقدش لو حصلت القرعه وجات لك هتبقى موجودهم على الاهلي، يعني يعني ده موسيماني عندنا، لا ده مختلف خالص، هتبقى تفرق يعني تفرق على مستوى الفني ولا على المستوى المعنوي؟ لا وتبقى برضه رغبه اداره، وده انا نادي كبير برضه ما تاثرتش لما انت مشيت وانا اقدر اكسبك برضه، فانا عاوز اقول لك ايه، لكن الوداد طبعا يبقى عنده رغبه كبيره جدا في الرد على اللي حصل السنه اللي فاتت. انا ممكن اميل لمواجهه الترجي، لان انا كراجل كمتابع مش هنسى مواجهه الترجي بتاعت 3-0 بامانه شديد، مش هنسى اللي حصل مع بعثه النادي الاهلي، وحتى مهما حصل ما تقالش كل اللي اتقال هناك، وده هو طول عمرنا احنا كده بنحافظ على علاقتنا بالاشقاء وما تعرض له البعثه، وموقف الاتحاد الافريقي المخزي في الاعتداء على اتوبيس الفريق وداخل كان بشيء يعني بامانه شديده دفع ثمنه الفريق في اجواء غير رياضيه بالمره. هتقول لي الترجي، اقول لك مواجهه الترجي، لانه الترجي في خلال دول هو اقرب واحد منافس ليا في يعني ايه، طالع خد بطولتين ورا بعض، انا خسرت يعني منه تقصي الترجي من الادوار اللي يمكن طبعا يعني، لكن ايه مواجهه ايه، مواجهه سهله؟ لا مواجهه نهائي مبكر يعتبر، على فكره مواجهه تبقى نهائي مبكر، مباراه صعبه جدا، حتى لو واجهت الوداد هيبقى ماتش صعب جدا، كل مواجهه صعبه جدا، بس انت قدراتك وشخصيتك وهدفك من الوصول لازم هو الحاسم والفيصل، ورغبة اللعيبة وإصرارهم، لأنه عاوز أقول للعيبة أنك أنت لازم تبقى فاهم جدا أنه هيلعب معاك أي مباراة، عارف بيلعب البطل، فهيبقى بالنسبة له بطولتين يا كابتن هاني، أن أنا يعني 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 أقصي البطل وأحقق المفاجأة، يعني فوزي وهيديني دفعه معنويه كبيره جدا، خلاص ما انا فزت على البطل التاسعه، فبحد ذاته ويبقى عنده مكسبين مش نتيجه واحده. اي فرقه بتلعب النادي الاهلي اي فرقه بتاعت النادي الاهلي ليها طموحات طبعا عندها طموحات كبيره جدا، فانت عليك ان تظهر زي ما احنا اتكلمنا، وافكر حضرتك احنا قلنا قبل مباراه فيتا كلوب اللي كانت مهمه مفصليه وهي سبب التاهل، قلنا الاهلي عليه ان يستعيد شخصيه البطل اللي هي بتظهر في مثل هذه المواجهات الكبيره، تظهر طينة ومعدن اللعيبة ورغبتهم الحقيقية وثقتهم بأنفسهم، إن هم عندهم يا جماعة ما عادش خلاص في مباراة سهلة ومباراة صعبة، المباريات كلها مباريات صعبة، خلاص قدرات القدرات ربما تكون متساوية إلى حد كبير جدا، إلا فروق بسيطة جدا اللي هو الميل والانتصار للفريق، الأداء الجماعي، الاستفادة من كل الفرص، تنفيذ التعليمات، جهد المتواصل في الملعب، كل دي تقليل نسبة الأخطاء، تقليل نسبة الباص الخطأ، كل الأمور دي تفاصيل صغيرة كده بتحسم في المواجهات اللي هتبقى في دور الثمانية. فأنت إذا امتلكت شخصيتك واسترجعت قوتك وحفظت إنك أنت المباراة الأولى قدرت تحقق مثلا مكسب كبير هنا في ملعبك، هيريحك مش بالصورة اللي أنت مضمون، بس هيديك دفعة إنك أنت هناك رايح عارف عايز إيه. لو رحت لعبت مباراة بره لازم تبقى رايح تلعب هناك مش خلاص انتهى مسألة انك انت تقول اخسر او تعادل او الكلام ده، لانه ما عادش في الكلام ده، لانه مباراه العوده ما تضمنش ظروفك ايه، اصابات ايه تحصل لك، الماتش يومها هيكون عندك ايه، قرار حكم ممكن يحصل ايه، فانت عاوز اقول لك ايه، في متغيرات امور انت مش ملكك، حسابات خاصه، حسابات خاصه وتفاصيل ممكن تحصل تربك لك كل الموقف، هتلعب اول ماتش هنا طبعا، ففي الغالب انها هتلعب اول ماتش هنا اكيد ماشي، ده انت التاني. لا ماشي، لو لعبت اول ماتش هنا خلاص يبقى انت مطالب هنا بتحقيق نتيجه، لا اكيد، لان انت في يعني انت خدت تاني في المركز الثاني، فهتلعب ايه الماتش الاولاني ايه، مباراه الذهاب على ارضك، مباراه الذهاب هتبقى هنا، فاعتقد انه ده من الحسابات، انه مش مشكلتك انك انت هتقابل
سان داونز ولا هتقابل الوداد ولا هتقابل الترجي، بقدر انت هيكون حالتك ايه يوم الترجي وحاله لعيبتك. واكيد لكل فرقه من دول مميزات وعيوب، مفيش حد فرقه، لكن ايه طبعا. الوداد فرقه مش سهله، سان داونز عنده هيبقى عنده، خلي بالك هيبقى عنده غل كبير جدا في اثبات على مدربه. الترجي هيبقى نفس الشيء مع عين الشعبان، واحنا عارفين وطريقته اللي عمله معانا هنا يعني مش قادرين ننسى. اعتقد انه ايه هيبقى عندك يا كابتن هاني الثلاثه متساويين معاك. الخوف مش من الثلاثه من وجهه نظري انا كمتابع، انت تخاف من فرقتك. كلما قللت نسبه اخطائها وزاد تركيزها في المباراه وهدفها وطموحها يستطيع فرص الفوز بتزيد، زادت الاخطاء والامور اللي احنا عارفينها بتحصل بتبقى فرصك قليله جدا. فاعتقد انه دي هيبقى لها تحضيرات مهمه جدا وكبيره جدا من اكيد من موسيماني ومن اللعيبه، واللعيبه على حد يعني على الوجه الاكمل انهم اكيد هيكون بالنسبه لهم تحديات كبيره جدا بالجمهور اللي بيساندهم والناس عندها امال وامنيات كبيره في ان الاهلي يواصل مشواره في وصول الى نهائي دوري ابطال افريقيا. طيب.